بات وصول وصور وصول الراغب في الترشح السيد حمادي عبد الكريم. إذا هذه الصور التي تأتينا من مقر السلطة الوطنية للانتخابات لوصول المترشح أو الراغب في الترشح السيد حمادي عبد الكريم. إذن هذه الصور للراغب في الترشح والذي يعتبر ثامن راغب في الترشح الذي وصل إلى مقر السلطة المستقلة للانتخابات، أكيد أنه مرفوخ بملف ترشحه من خلال كل الشروط التي تتوفر في الراغب في الترشح إلى جانب التوقيعات استمارات التوقيعات المحددة قانونا حسب قانون الانتخابات.